السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم بخير. معكم حسام في فيديو. خلينا نسوي انبوكسنج على ديترويت بيكم هيومن، واللعبه هذه طبعا طال انتظارها وانا واحد من عشاقها وانتظر فارغ الصبر امسك اللعبه احطها على البلاي ستيشن والعب فيها. فنبدا الان بفك الغلاف ونشوف ايش الاشياء المحتويات اللي موجوده جوه الشريط. طبعا اللعبه اوروبيه ومدبلجه بالعربي، اشتريتها من العاب الكمبيوتر ويمديكم تشوفون هذا الشيء وتقدروا تطلبون منها، طبعا توصيل على حسب وفي ضريبه وفي اشياء كثيره. ديترويت بيكم هيومن نحو الانسانيه، لعبه مثيره وان شاء الله اسوي فيها تختيم اذا الله اراد، واعطيتوني لايكات بالشكل المطلوب. طبعا اللعبه ما فيها اونلاين، يعني تقدر تلعبها لوحدك، وفيها يعني اشياء كثيره ممكن تنشاف. صور يا ايجي زي الناس، صور يا ايجي لاجيب لك اردن انزونيا واجيب عمك اردن. عموما انا اخترقت القناه، يعني قاعد اتكلم عن نحو الانسانيه فجاه كذا شطحت على فاينل فانتسي وميتال جير. ترى لسه اللعبه يعني قاعد اشتغل عليها ما سحبت، لان احنا في رمضان فالواحد لازم يكمل طاعته بعدين يشوف الاشياء المكمله. نحو الانسانيه، نراكم ان شاء الله قريبا. كان معكم حسام، لا تنسون اللايك والسبسكرايب ودعم القناه. في امان الله. هيجي الدبلج باذن الله. كأني سمعت اسمي.